نتمنى اولا احنا فرحانين بالنتيجه هذه ضد فريق ممتاز مع مدرب ممتاز اللي نعرفه وتعرفوا بارادو تعرفوا يعني القيمه ديالها في الجزائر في لا فورماسيون دي جون ايتو. احنا فرحانين بالنتيجه على كل حال، هي رده فعل، سيت اون رياكسيون دوم، وعدنا شعبنا باش نديروا اون رياكسيون، درنا اون رياكسيون، ربي ما خلاناش، درنا كل شيء يعني كل ما لازم نديروه في كره القدم درناه. اون سي بيان ديفوندو، درنا لا بوسيسيون ديالنا، شدينا بالونا، ورحنا ماركينا الوقت اللي لازم نماركيو، يعني كانت مباراه نموذجيه، مي سون بليس. اللاعبين اللي شفناهم في الشوط الثاني معظمهم يعني هما اللي الشوط هما اللي قدموا الاضافه كما نقول لهم شابو، كانوا وعدونا باش يجيو رغم الماتش اللي درناه خايب في تيزي وزو، وعدونا باش يجيو جاو، وعدناهم باش نديروا ريزلتان درنا، هذه لا كومبينيون بيننا وبين الجمهور ديالنا بين الشعب ديالنا، شابو اللي داروه اليوم، ان شاء الله لو ميور يكون ان شاء الله الجاي يكون احسن ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.